بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حل علينا نعمته وبركته ومحبته من الان والى دهر الدهرين امين. اشكر اله الصالح اللي ادى نعمه وادى قوه وادى بركه خاصه لضعفي وللكثير منكم أن نجتمع في هذا الموضع المقدس حول الذبيحة المقدسة. وأنا جاي عمال أفكر وأقول يا ربي هعمل إيه؟ قداس وبعديها هنصلي التالت لروح أبينا مثلث الرحمات حبيبنا الغالي الأنبا كراس. هعمل إيه يا رب؟ ويرسل لك عونا من قدسه. سيدنا أنبا إلاريون كلمني وعزاني وعرف الميعاد، لكن لم أتوقع مطلقا أنه يجي من الغردقة، يعني 4 ساعات 3 ساعات سفر، عشان يباركنا ويفرحنا ويعزينا النهاردة بوجوده معنا. أشكر إلهي اللي أرسل لي هذه المعونة، وأشكر حبيبي الغالي الأنبا إلاريون اللي جاه يشاركنا ويصلي معانا القداس الإلهي، أو إحنا نصلي معاه ومعاه أبونا القمص مينا. فعلا تعزية كبيرة وسندة كبيرة. كنت عمال أقول له يا أنبا كراس دايما تخفف عني ودايما تشيل عني، أنا هبتدي أتعب. فهو يعني سيدنا أنبا إلاريون جاه النهارده يباركنا ويفرحنا. شكرا ليك يا سيدنا ودايما محبتك، وسيدنا يقول لنا كلمتين نتعزى بيهم. شكرا، ربنا يخليك. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اواني دار دور كلها امين. ما أقرب هذا المكان وما أقرب هذه الساعة وما أرهب هذه الأيام وهذه الظروف، زي ما سيدنا أنبا بيمن قال، نشكر الله على هذه العطية أن نجتمع في هذا المكان المقدس ونجتمع حوالين الذبيحة والمذبح، نجتمع مع نفس أبينا المتنيح سيدنا وتاج راسي كلنا سيدنا الأنبا كراس. الحقيقة النهاردة الأحد الأول من شهر بابا بيتكلم عن المفلوج، وكلنا نعرف قصته، إنما في عبارة جميلة مش عايز حد ينساها أبدا، لأن هي دي العبارة اللي عاش بيها سيدنا الأنبا كراس وسافر بيها وروح وسيب لنا هذا الصوت الإلهي المتكرر في كتابه المقدس. قم وأحمل سريرك واذهب إلى بيتك. الحقيقة سيدنا الأنبا كراس عاش بهذه الآية. تملي كان سيدنا لما يتكلم معايا أو لما كان يجي يرسم أباء ويجينا الدير هناك في دير البراموس، والأباء كانت تحفظ عندنا، كان يتكلم عن الخروج وعن نهاية العالم وعن انقضاء الدهر وعن الذهاب إلى البيت. حط قدام عينينا الذهاب إلى البيت، يعني رفعنا ورفع المستمعين إليه إن مش ده البيت اللي إحنا فيه. حقيقي إحنا هنا في بيت الملائكة والقديسين، إنما العالم مش بيتنا، بيتنا هو في السماء. إن كان لينا مكان بنتقابل فيه مع إلهنا الحبيب يسوع المسيح والملائكة، بيت الله والقديسين، عشان نستعد ونتهيأ إلى بيتنا الحقيقي السماء الفاضلة. قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك.
سيدنا الأنبا كراه زي ما احنا شايفين في فضيله المتضع المحب، المتضع والمحب. ايه معنى المتضع يا حبايبي؟ عشان كده هو حط قدامه ان ده مش بيته. المتضع الذي لا ينسى حاله، الذي يصدق حاله، الذي يصدق صدق حقيقي لنفسه. ساعات نقول لبعضينا ما تصدقش نفسك، لان النفس بايه بترفع البني ادم، انما لو فعلا حقيقي عشت وانت بتصدق نفسك او مصدق حالك، مصدق بدايتك، مصدق وضع الجسد، مصدق ان مش هنا بيتك، مصدق ان مش ده مكانك، مصدق ان ده مش وطنك، مصدق ان ايه زي المفلوج والمسيح قال له اذهب الى بيتك. هذا هو المتضع. بمعنى ايه مثلا؟ كلنا مش ناسيين نفسينا ان احنا كنا طلبة صغيرين، ولكن كبرنا، منحنا ربنا الصحة والعافية والنجاح، لكن لا ننسى اننا تلاميذ. وفي السنكسار النهاردة بيحكي عن القديس بولا الطموهي، تلميذ القديس العظيم أنبا بشوي. وحقيقي احنا قدام سيدنا الأنبا كراس الأب والتلميذ، أب لينا كلنا، لكن كان تلميذ حقيقي وكلنا عشنا وشفنا تتلمذ على ايد سيدنا الأنبا بيمن. أب وتلميذ، مصدق حاله، هو عارف هو ايه، وعاش طول عمره يدقوا الناقوس، يرفعوا قدامه الصليب، يدخلوا امامه بالتهليل، انما هو مصدق حاله. واحنا كلنا شفنا الوضع ده وشفنا طريقه حياته قد ايه هو وضع نفسه علشان انتم وعشان احنا وعشان الكنيسه كلها ترتفع. هكذا الانسان المتضع، هكذا الانسان الذي يؤمن ان النهارده ان هنا الوقت ده والمكان ده مش بيته، حتى وإن كان هذا المكان بيت الله والقديسين، عارف إن هو هنا بيتهيأ وبيستعد إن يذهب إلى بيته. هكذا المتضع. واحد نجح وبقى دكتور، بقى مهندس، وبقى تحت إيده أو معاه تلاميذ صغيرين ودكاترة صغيرين، لا يمكن ينسى حاله، لا يمكن يكذب نفسه، لا يمكن ينكر صورته القديمة، ان هو في يوم الايام كان اب، كان صغير، كان خطيط، كان تلميذ، يعيش في وسط اخواته، يعيش في وسط ابهاته كاخ، يعيش في وسط ابنائه كاخ كابن، ويعيش في وسط الناس كلها كتلميذ، يعيش وشايف بدايته لا تختفي امام عينيه. هذا هو المتضع. واحد كان بسيط وربنا عطاله، لا يمكن ينسى ان هو كان بسيط، ان هو كان فقير، لا يمكن ينسى اخواته الفقراء، لان هو كان من ضمن صفوف الفقراء في البداية، انما ربنا منحه وفرح وحب العمل، والعمل حبه، واكتسب من وراء العمل ربح كبير. المتضع في اللحظة دي هو الذي لا ينسى فقره، ولا ينسى كان وضعه شكله ايه، ولا ينسى اخواته الفقراء. أنبا كراس عاش في هذا المنهج، وضع ان هذا هو بيته في السماء، وضع امامه ان هو بسيط بادئ، راهب بسيط، راهب مبتدئ. حتى لما ربنا اعطاله درجة الاسقفية، وضع في قلبه ان هو اسقف آخر صفوف الآباء، وهنا النهاردة ربنا بيرفعه فوق رأسنا من فوق، وفوق أعطاه له كرامات كتيرة جدا في السماء. برضو نقوله على الأنبا كراس محب، لأن هو إحنا شفناه من صغره هو محب، والمحبة كبرت معاه وعظمت وتعظمت أمام الجميع، وكلنا دقنا من طعم المحبة. عشان كده أختم كلامي بقول صغير القديس العظيم مرقس الناسك يقول عليه،
المحبة والتواضع اللي هم الأنبا كراس. عشان تعرفوا الأنبا كراس وصل بسرعة إزاي، وصل للكرامة دي إزاي، لأنه أتقن الاثنين وعرف أنه مش ده بيته، وسمع كلام السيد المسيح وحمل سريره وحمل مجتملاته كلها وذهب إلى بيته. قديس مرقس الناسك يقول المحبة والتواضع صنوان. صنوان يعني حاجتين بتحمي، صنوان حميان يحمو حمايتين سورين، المحبة والتواضع صنوان، إحداهما يرفع والآخر يحفظ الذي ارتفع دون سقوط. المحبة ترفع، ولما ارتفع مش ناسي وضعه ومصدق نفسه ان هو لسه بادئ ولسه متأخر، ولكن كونه مرتفع بالمحبة التواضع اللي جواه حافظ هذا الارتفاع ولا يمكن ان يسقط. نقول القول ده تاني، المحبة والتواضع صنوان، احداهما يرفع والاخر يحفظ الذين ارتفعوا ابدا دون سقوط. هكذا عاش الأنبا كراس في وسطنا بالمحبة والتواضع، تيقن جدا ان دول اللي هيحموه واحد هيرفعه واحد هيحفظه، هو مش عايز غير كده. نرتفع بالصيانة، نرتفع بالحفظ، نرتفع بأمان، لأن هو أثناء ما هو بيرتفع نظرته أبدا أبدا ما تتغير ولا تنظر لإخواته، وكأنه هو مرتفع عليهم حقيقي، عينيه شايف أنه هو متأخر عنهم ويخدم أرجلهم ويخدم أقدمهم، إنما ربنا بيرفع من شأنه بالمحبة والتواضع. ربنا ينيح نفس سيدنا الأنبا كراس. أشكر إلهي إن أنا تواجدت في وسط الأباء مع سيدنا الأنبا بيمن، أخذ بركته وبركة الذبيحة وبركة الأباء، أخذ بركتكم كلكم. أطلب منكم تصلوا علشاني وعلشان الخدمة في البحر الأحمر. له كل مجد وكرامة الآن وكل أوان ودهر دور كل أمين.